هل يجوز أن يطلق لفظ شهيد على غير المسلم؟ لا يجوز. الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. وإن كانت الشهادة قد تطلق على المبطون المريض بمرض البطن، المطحون، مرض الطاعون، الحريق، الغريق، المرأة تموت أثناء الولادة، لكن الشهادة التي لا فضل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هم الذين قتلوا في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. إما أن تأتي لممثل فاسق وتقول الشهيد، أو لاعب كرة أو كافر وتقول شهداء، شهداء ماذا؟ السلام عليكم.